ما قصتنا التالية مشاهدين عن فئة الشيخوخة المهمشة والمنسية. تخيل معي عزيزي المشاهد هذا السيناريو، أن تذهب إلى أحد المطاعم وتطلب قطعة همبرجر ليأتي إليك النادل بطبق حساء العدس مثلا. ما تخيلناه للتو قد يحدث معنا وربما ننزعج، لكن في اليابان وتحديدا في مطعم الطلبات الخطأ، نعم هذا اسمه الطلبات الخطأ، أن تحصل على طلبك الصحيح هو أمر نادر الحدوث، لكن لا أحد ينزعج من ذلك. والسبب؟ السبب مبادرة جميلة. الشعب الياباني مشاهدينا يعرف بمجتمع الشيخوخة، وبسبب ذلك تشير تقديرات رسمية إلى أن واحدا من كل 5 أشخاص في البلاد قد يصاب بالخرف أو الزهايمر بحلول سنة 2025، رقم كبير. زيادة هذه الفئة المهمشة ألهمت شخصا يدعى شيرو أوجينيو بمبادرة تعد الأولى من نوعها، فافتتح مطعم الطلبات الخطأ، وأغلبية العاملين فيه من مرضى الزهايمر والخرف، والهدف طبعا زيادة التوعية وإدماج المصابين في المجتمع. هذا المطعم يوظف 17 نادلا ونادلة من المصابين، لكنه يعتمد على طهاة المحترفين لإعداد الطلبات. الموقع الرسمي ينوه بأن جميع العاملين في هذا المطعم يعانون من الخرف أو الزهايمر، ويخبر الزبائن بأن يتوقعوا أحيانا عدم حصولهم على الطلب الصحيح. قد تبدو التجربة للوهلة الأولى غريبة صح؟ لكن الهدف وفقا لصاحب المطعم لا يتعلق بجودة الخدمات وصحة الطلبات أو الربح، بل بالتفاعل والتواصل مع هذه الفئة المهمشة. هذه المبادرة حظيت بإشادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. المدونة مثلا فيكتوريا هيرلي وصفت الفكرة بالرائعة، لأنها تثبت أن مرضى الخرف لا يزالون قادرين على القيام بأشياء كثيرة، فيما عبرت ماريان كورديرو عن إعجابها بمدى اهتمام اليابانيين ورعايتهم لكبار السن في مجتمعهم. أما ليز باريت فتشير إلى أن أكثر جوانب الخرف تدميرا للشخص هو الشعور بقلة الحيلة الناتج عن ذاكرتهم قصيرة المدى. لذلك اعتبرت أن مبادرة مطعم الطلبات الخطأ تساعد المرضى في حالتهم النفسية، وتقدم لمن يشارك فيها تجربة جميلة، في الحقيقة تجربة جميلة.